شيت شهداء بتهواكي. فداكي 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 أروحنا يا بلدي. فداكي 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 ده أنا شيت شهداء. تحية نضالية لشباب الحركة الصامدين تنسيقية فاس. في الوقفة ديالنا اللي كنا أعلنا عليها حصرنا المخزن بواحد الطريقة همجية وبقى كيستفز المواطنين اللي بغاو ينضموا للحلقية. بغينا نخرجوا لعند الناس وقعوا شي تدخلات ما فهمناش النوع ديالها من المخزن. بقينا واخا حافظنا على السلمية ديالنا ومازالين احنا مصرين على السلمية واخا يقتلونا. حافظنا على السلمية وخرجنا من الوقفة, خرجنا للناس وانطلقت المسيرة ديالنا في السلمية. كي بدينا في المسيرة بعد في الأول كيبداو المناضلين اللي التحقوا بالمكان اللي كنا مقررينه. مشينا لقيناه دايرين فيه لي بارير, دايرين فيه الصنود وداكشي ديال الموسيقى باش ما يخلوناش نوقفوا فيه. بدلنا المكان وطلعنا لواحد الساحه فوق مناش شويش في شارع حسن الثاني وبدينا الشكل ديالنا. حسات فجأنا ان الامن قوى القمع حاصرتنا. ضروبينا ما خلاوش الناس يلتحقوا وحنا ما خلوناش نخرجوا, مما ادى بواحد الحاله ديال اللي وقعت ان الجمعيه الشعبيه جاو والتفوا من اللور وتا هما بداو كيردوا الشعارات اللي كانوا كيردوا المناضلين. واحد الساعه بالصبر ديالنا وبالمحافظه على السلميه ديالنا وكذلك بالفضل ديال الجماهير اللي استطاعوا انهم يحلوا يفكوا علينا الحصار, استطعنا نخرجوا من داك الحصار وخرجنا للشارع وتنظمت الصفوف ومشينا في المسيره ديالنا عاديين. خرجنا في التالي للشارع وانطلقنا عاوتاني وتبعونا المخزن السيمي كما العاده, يعني ممكن اللي كيديروا لنا كل سبت او احد في المغامره كيكونوا مورانا يعني وعادي بقينا دايرين السلات ديالنا عادي. كنتفاجئوا بالنزول, كانوا قبل كيجلسوا في الصفيطات ديالهم وكيتبعوا المسيره, دابا كان نزول مكتف نتاع كل انواع المخزن يعني وتزاد عليهم حتى البلطاجيه والدي اس تي يعني كل انواع القمع نزلوها. لقينا هكاك وحساتها كنتفاجئوا عاوتاني باش نسميتو بالبلطاجيه, خلطوا علينا وبقاو بشي كلام بشي هضره. كنستحيا انني نجبدها شي هضره مع داكشي ما يتصورش, بينما المخزن اللي كان كيحميهم هو اللي كان كيجيبهم. كانوا عناصر ديال الامن كانوا كيمشيو يجيبوهم ويجمعوهم ويجيبوهم من الارض المسيره وكانوا كيعطيوهم شنو يقولوا داكشي. المهم ما ديناش فيهم, ما هضرناش معاهم, بقينا غادي مستمرين في المسيره ديالنا. مع ذلك الشباب الحركه ابوا ان يمنعوا هذا باش ما يستفزوش المتظاهرين. المسيره كانت ماشيه في احسن حله. واحد اللحظه ما عرفتش واش المخزن استفزات وديك السلميه ولا ما تا لاحظنا بداو تيدفعوا المناضلين اللي كانوا دايرين السنسله باش يمنعوا البلطاجيه باش يتقدموا عند المسيره. وتيتدخل تنتفاجئوا بتدخل السيمي وقع فيها الضرب وكنا الضحايا نتاع المخزن. مما ادى بالجماهير الشعبيه, كانوا معنا النساء, كانوا معنا الاطفال, كانوا معنا الشيوخ, مما ادى بهم وصلوهم لواحد الحاله ديال الفزع, مما ادى بهم انهم هربوا. من هربوا وصلنا لجهه الساحه ديال لافيات,
حاصرونا عاوتاني تما استطعنا وبقينا صامدين وبقينا واقفين كنردوا الشعارات ديالنا. حاصرونا عاوتاني تما وجابوا لنا البلطاجيه وسلحوهم عناصر من الامن كانوا كيعطيوهم باش يضربونا. واحد الساعه نط انا داك الساعات هذيك مشيت كانوا باغيين يضربوا واحد من الجماهير الشعبيه البنداء. جيت انا مشيت جي انا بمجرد انني وصلت هو بغاو يهاجموني. قبضت داك ساعه العصا واحد جوج قبضت لهم في العصا وجاي واحد رجل الامن جا من هذاك وسبني واحد الكلام اللي هو نابي وقال لي واش ما بغيتيش تطلق هذا وكيضربني بشنو سميتو كيضربني بركله ما تحت البطن اللي ادى بي انني سقطت داك الساعه وحسيت ان ذاتي طلع معاها الضو كامله وذاتي تبورشت وما بقيتش كنقدر نحرك لا يدي لا حتى شي حاجه وتا النفس ما بقاتش كتقد تطلع فيا ما بقيتش كنقدر نطلع النفس ونبضها. ديك الساعات ما بقيتش المهم قول البلطاجيه دايرين بينا داك الاحداث انا ما بقيتش عاقل عليها بزاف لان كنت في الارض وكنت هذا وكان الصداع ديال البلطاجيه وداك الشيء وما بقاتش فيا داك الضربه بقدر ما بقات فيا ان واحد من رجال الامن قال له يموت كيقول له خليه يموت هزوني شي شباب بغاو يزيدوني واحد القنيط قال له كحزوا علينا وخليه يموت. عم ما الضربه جات في شكل وداك الهضره اللي قال هو جات في شكل. كان حدايا الشاب من حركه عبد الاله الراقي ضربوني انا الاول وواحد اللقطه دار عنده هكا قال له هذا وضاروا عليه شي اربعه بقاو تيضربوه كحس شي شويه هكا وواحد اللقطه انا غاب على النظر ديالي حقاش انا كليتها في رجلي احنا تحت الارض. تمايا جا عندي واحد المناضل قال لي راه تيقتلوك راه تيقتلوا في واحد المناضل معاكم راه غير كيزطموا عليه وقال لي راه طلقوا حتى البلطاجيه والدي اس تي هو تيضرب تسكوين جاو عطا واحد الامر ديال واحد الرئيس ديالو تمايا ديال السيمي تم تابعو قال لهم صافي دفعوا بقاو كيدفعوا فينا مابقاش شي شويش تبقى وقع الضرب. وبما انني انا عضو في اللجنه التنظيميه كنت كنسهر على التنظيم ديال الصفوف باش ما وكنحافظ على السلميه مثل الشباب اللي معايا جالسين في اللجنه التنظيميه باش كنقادو ديك الصفوف وباش نخرجو ديك المسيره بابهى حله وبواحد الطريقه اللي هي حضاريه وكتمثلنا حنايا كشباب حر وباغي الحريه والكرامه لهالي وباغي حقو في هذا البلاد. في نفس الوقت يعني فين بقيت هكاك يعني كنظنهم انا استهدفوني مزيان حيت بقيت غادي كيقول له هذا حيت ما بغاوناش نبقاو هكاك سلميين بغاونا نلتاجو للجوع العنف وحنايا حافظنا على السلميه كليه اللي وصلت ل 100% فين بقينا هاربين بحالتنا. ديك الساعات استهدفوا الدراري ديال اللجنه التنظيميه وبعض الشباب ديال اللجان الاخرين ومشاو وكنت من الضحايا ديالهم اللي هرسوا لي انا اسناني وموراها هرسوا لي راسي وفتحوا لي راسي كامل. يعني انا شنو ندير انا كنطالب انا غير شنو ندير هادشي هذا كله يعني انا التنبيه هو اللي طالبت بحقي. حنا ماشي ناس عدائيين حنا ماشي ناس باغيينها بالفوضى حنا ناس سلميين. هما كيضربونا بالعصي وكيضربونا بالزراوت ديالهم كيزطموا فينا بداك البروتكانات وحنا كنقولوا سلميه ما كنهرسوا شي واحد ديالو ما كنهرسوا سياره ما كنهرسوا زاج خارجين مسالمين. شنو باغيين حقنا الاقتصادي حقنا الاجتماعي حقنا صحنا باش نكون عندنا كرامه. واحد حنا بينما حنا كنا في المسيره جا واحد من البلطاجيه جاي كيقول لي قلت له بغينا حقنا بغينا صحنا ناكلو بغينا نشربو بغينا نخدمو جا قال لي سير دق اي دار دقيت عليها تعطيك الخبز. واش هكا بغاونا نعيشو نبقاو ندقو على الديور الى متى نبقاو ندقو على الديور؟ حنا ما بغيناش ندقو على الديور حنا بغينا حقنا. حنا ما كنسعاوش بلادنا فيها بغيت حقي فيها. ما عرفناش شنو بغا منا هذا المخزن. حنا تنطالبوا بحقوقنا وما مفاكينش معاهم تنجيبوا حقنا. حنا عندنا حقنا في هذه البلاد
وغادي نجيبوه. بغاو يقتلونا مرحبا، نجيبو حقنا مرحبا. مهم هاد الشعب خصو يعيش حر ويعيش بكرامته. وتحية نضالية لشباب الحركة الصامدة. كنجدد بهذه المناسبة الولاء ديالي لفخامة الشعب، لجلالة الشعب العظيم، وكنحييه وكنقول له عواش مبروكة وعيدك مبروك إن شاء الله الرحمن الرحيم. وراه قضيتك راه هنا رحنا ما مفاكينش، وراه من الشارع ما غاديش يزحزحونا، إما الحل وإما النهاية. تحية النضالية للمناضلين من حركة 20 فبراير تحت كل العناوين والمسميات. عاش الشعب.